في سياق آخر، رفضت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية طلبا لدفاع المدني السوري والشبكة السورية لحقوق الإنسان لحضور المؤتمر الاستعراضي الخامس لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، واعتبر الدفاع المدني الرفض بمثابة محاولة لتقويض جهود مكافحة الأسلحة الكيميائية وإجراء سياسي بحت لا يستند لأي إطار قانوني أو أساس مهني. هذا وقال الدفاع المدني في بيان إن عددا من الدول قامت في وقت سابق بعرقلة مشاركة منظمات غير حكومية بما فيها الخوذ البيضاء في المؤتمر السنوي للدول الأعضاء في المنظمة الذي انعقد في 30 من تشرين الثاني 2021. للتعليق على هذا الموضوع تنضم إلينا روان السمان عضو الشبكة السورية لحقوق الإنسان عبر سكايب من هولندا. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ روان. بداية في هذا الصدد وفيما يتعلق برفض منظمة حاضر الأسلحة الكيميائية هذا الطلب، بماذا يفسر رفض طلب الشبكة السورية لحقوق الإنسان حضور الاجتماع من قبل منظمة الأسلحة الكيميائية أستاذ روان؟ مساء الخير، شكرا على الاستضافة. أهلا بك. الحقيقة أنه هذا الرفض من وجهة نظرنا هو رفض تعسفي، لأنه أولا هو تكرر، يعني هذه ليست المرة الأولى التي نتقدم بها بطلب لحضور المؤتمر ويتم رفض ذلك، تقدمنا العام الماضي أيضا. ثانيا ليس هناك أسباب، يعني ولم يتم توضيح أسباب لنا. الشبكة السورية لحقوق الإنسان هي منظمة حقوقية مستقلة وهي مختصة بتوثيق الانتهاكات، فلا يوجد أي مبرر لرفض طلبنا. ونحن أيضا أصدرنا اليوم بيانا، وقبل البارحة أيضا تحدثنا في فعالية عالية المستوى في السفارة النرويجية في لاهاي على هامش المؤتمر، تحدثنا أن هذا الرفض غير مبرر وطالبنا بتوضيح الأسباب، وأيضا يعني نشير إلى أننا يعني على يقين بأن روسيا والصين وإيران هم قد يكونوا في قائمة الدول التي تعادي، قد يكونون هم وراء رفض اللجنة العامة لهذا، لأنهم في قائمة الدول التي تعادي مصالح الشعب السوري. هذا الرفض هو الثاني كما أشرت أستاذ روان، وأيضا كما أشرت يمكن أن يكون لروسيا وإيران والداعمين الإقليميين للنظام دور في هذا الرفض. أيضا هناك من يرى أن ربما أنه يكون إجماع دولي على عدم حضور أهم الشهود الموثقين لاستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا من قبل النظام، ألا تتفقين مع هذه النظرية أيضا؟ هلا اجماع دولي لا اعتقد، لانه يعني نحن اذا نظرنا بشكل عام الى الدول يلي دائما في مجلس حقوق الانسان تصوت لصالح قرارات يعني مع الشعب السوري او ضد القرارات التي تدين النظام السوري، فيعني شاهدنا ونحن أصدرنا الكثير من هذه يعني العديد من هذه التقارير، رصدنا أنه دائما هناك يعني 10-12 دولة هي التي تتكتل وتصوت ضد القرارات التي هي لصالح الشعب السوري، سواء في مجلس حقوق الإنسان أو حتى في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. يعني قرارات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية المتعلقة بسوريا والتي هي لصالح الشعب السوري والتي أنشأت فريق التحقيق ثم علقت عضوية سوريا في المنظمة، الدول التي وقفت معها قليلة، يعني من 6 ضدها، عفوا ضد هذه القرارات، من 6 إلى 10-12 دولة، ليس إلا تقع برأس الحربة روسيا والصين ومن لف لفيفها، أما معظم دول العالم فهي لا، مع الشعب السوري. قانونيا وتنظيميا أستاذ روان، ما هو المبرر القانوني أو التنظيمي لهذه المنظمات في رفض طلب حضور منظمات غير حكومية لمثل هذه الاجتماعات إذن؟ يعني كما أخبرتك الرفض من وجهة نظرنا أنه تعسفي، لأنه لم توضح الأسباب لنا، ونحن طالبنا اليوم يعني الإعلان عن من هي الدول التي تشكل اللجنة العامة للمؤتمر والتي رفضت حضورنا، لا سيما أنه هناك منظمات من دول أخرى تحضر هذه الاجتماعات. والوضع في سوريا بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان، فنحن نعمل على هذا الملف
منذ 10 سنوات، وثقنا قبل انضمام النظام للمنظمة 33 هجوم، وبعده 184 هجوم بعد الاتفاقية وبعد قرار مجلس الأمن 2118، طيب وأسفرت عن مقتل 1400 وقرابة 50 شخص. وبالتالي فليس هناك أي مبرر لرفضنا، بل على العكس، رفض حضورنا ورفض حضور المؤسسات الحقوقية التي وثقت هذه الانتهاكات تجعل الساحة مفتوحة أكثر لحلفاء النظام السوري. يعني النظام ليس لها حضور لأنه هو عضويته معلقة، ولكن طيب روسيا موجودة، إيران موجودة. أخيرا تفضل. وباختصار أستاذ روان، ما هو دور إذن المنظمات الدولية اليوم لحقوق الإنسان في مناصرة الشبكة السورية لحقوق الإنسان لحضور مثل هكذا اجتماعات تساهم في فضح جرائم النظام بشكل عام؟ يعني نحن بشكل دائم كما أخبرتك قدمنا قبل في العام الماضي لحضور المؤتمر، وهذا العام وسنتقدم بذلك بشكل دائم. أيضا شاركنا في العديد من الفعاليات عالية المستوى فيما يخص الأسلحة الكيميائية شكرا، تحديدا. كل الشكر الجزيل وكل التوفيق لكم أستاذ روان السمان عضو الشبكة السورية لحقوق الإنسان، كنت معنا عبر سكايب من هولندا، أشكرك شكرا جزيلا.